تصعيد غير مسبوق تشهده كربلاء مع بقية محافظات الوسط والجنوب بعد انتهاء مهلة الناصرية وتجاهل الطبقة السياسية لمطالب الجماهير. التصعيدية هي غلق الطرقات، طبعا غلق الطرقات بعيدا عن الحرق، غلق المؤسسات أيضا هم بعيدا عن الحرق، بعيدا عن التخريب، بعيدا عن كل شيء يسيء إلى سلمية التظاهرات. تستمر مسيرات موحدة اضراب للدوام، ومتواجدين بالخيمة 24 ساعة على حد ما يتحقق مطالبنا. خطوة التصعيدية سلمية 100%، وحتى من نقطع الطرق بسلميتنا، بوقفة الطلاب بسلميتهم، لا حرق ولا أبد ولا أي تدخل ما ترضى به للحكم. محتجون قالوا أنهم سيستمرون بتصعيدهم السلمي، معلنين براءتهم من الأعمال التخريبية التي تقوم بها مجاميع حزبية بحسب قولهم. فإحنا هنا بكربلاء كطلاب جامعة كربلاء أعلننا التصعيد بسلميتنا، وهو التصعيد بسد الطرق بإعلام العراق، وسد الطرق بوقوفنا أمام كل الموظفين الذين يخرجون للدوام. فنحن إحنا كطلاب نفرض نتمنى على جميع أبناء كربلاء المساعدة معنا والوقوف معنا. معتصمون في ساحات التحرير، ساحات الوغى، ساحات الشغف، وما زال حقيقة لهذه اللحظة هو تصعيدنا سلمي، ونحن ضد التخريب والحرق سواء في كربلاء أو باقي المحافظات، ولحين تحقيق مطالبنا العادلة التي خرجنا إليها من يوم الأول، من يوم الثورة، من 11. وتستمر الاحتجاجات التصعيدية وسط تجاهل واضح من قبل الطبقة الحاكمة وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الأوضاع الراهنة. شباب عاهدوا أنفسهم وعاهدوا الله والوطن أنهم لن يعودوا لمنازلهم إلا تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن قضيتهم قضية وطن. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.